راحة طبعا قديمة جدا يعني، ورثناها من أجدادنا، وطبعا النكهة راحة درعوية غير عن كل المناطق بسوريا. المواد الأساسية المي والسكر والنشا، وكانت قبل طبعا قديما يدويا، هسه صار كله على المكنات وعلى الآلات الحمد لله، يعني أريح شوي، وعلى الكهرباء والغاز. نحط المي، كمية المي محدودة، بعدين بنحط السكر، نستنى تا يغلى السكر، تغلى المي، بعدين بنكون مذوبين النشا، نحط طبعا مقدار النشا، تجمد الطبخة، بس تجمد بنحط المكن هاي الآلة بتصير تعجن فيها. مكسرات الجوز انواعه يعني كثيره معدده، في الفستق الحلبي، في الفستق العبيد، جوز الهند، السمسم، السكريه، وبنكون مجهزين طبعا القاعات والكرتون يعني القاعات والغطي، هاي ارضيات والغطي، وبنعبيها وبنوزنها كمان 300 غرام صافي طبعا، 300 صافي، وبعدين بغلفوها بوزنوها على التوزيع ان شاء الله. كانوا يشتغلوها على المصوات، كان في خشبه كبيره، خشبة كبيرة يسموها المصواط، على الإيد يعني قد ما تروح وتيجي يسموها المصواط.